والذي يحيي الجمهور، وبالتالي هذه الجائزة الكبرى لجمهور الهلال اليوم. لا أحد يخسر حتى شوط المباراة الأول. جيوفينكو يحيي الجمهور، سيرة ذاتية كبيرة لهذا اللاعب القادم من تورنتو الكندي، والهداف وأكبر صانع ألعاب في كندا، ولديه أرقام كبيرة. هذا اللاعب قصير القامة لكن لديه إمكانيات كبيرة، يتشابه مع كوتينيو لاعب فريق برشلونة وليفربول السابق، لكن لديه إمكانيات توازي اللاعبين الكبار. الهلال أخرج جواله ولعله يريد أن يوثق، هو يعرف التاريخ جيدا، لديه أرقام تاريخية، يريد أن يوثق هذا الأمر تاريخيا عبر هاتفه الجوال، وهو الآن في معقل السعادة. We'll be right back.
فين بيلعب الكرة العرضية جوميز 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 يا إلهي وصل بعد ذلك لدى جوفينكو.